في ظل التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن بمناسبة مرور عام على مقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، أصدر البرلمان الإيراني مشروع قرار تحت عنوان الثأر لسليماني، يلزم الحكومة باتخاذ إجراءات لتدمير إسرائيل بحلول عام 2040. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن حاملة الطائرات نيمينتس ستبقى في الخليج بسبب التهديدات الأخيرة من جانب إيران، وذلك بعد تقارير أشارت إلى أنها ستعود إلى قاعدتها بالولايات المتحدة. تحركات يفتح باب التساؤل، هل هي الحرب بين الدولتين؟ تتوالى التصريحات والتهديدات في الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس. وفي ظل التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، أصدر البرلمان الإيراني مشروع قرار تحت عنوان أثار لسليماني، يلزم الحكومة باتخاذ إجراءات لتدمير إسرائيل بحلول عام 2040. الأمر الذي أثار موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتقاد العديد من الشخصيات السياسية الموالية للنظام أيضا. بدوره حذر اسماعيل قاني قائد فيلق القدس الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن عملا انتقاميا لدماء قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني قد ينطلق من داخل الأراضي الأمريكية نفسها. وتعتبر العلاقات الأمريكية الإيرانية علاقات مشوبة بالصراع والتوتر والغموض في أغلب الأحيان، وخاصة بعد مجيء الخميني سنة 1979 وتغير النظام بأكمله. تغير الإدراك الاستراتيجي للولايات المتحدة تجاه إيران، وأصبحت تخاف على خططها الاستراتيجية في الخليج، خصوصا أن إيران تطل على مضيق هرمز التي تعتبر حلقة الوصل بين مياه الخليج والمحيط الهندي، وتمتاز بموقعها الجيوسياسي المهم ووقعها بين منابع النفط المهمة وآسيا الوسطى والقوقاز وبحر قزوين. وزاد على أهميتها أكثر عند أحياء طريق الحرير الذي يربط أوروبا بآسيا، إذ تعد إيران الطريق الأقصر والممر المركزي للمواصلات بين هاتين القارتين. وكذلك تعد إيران الدولة الوحيدة التي ترتبط جغرافيا ببحر قزوين ومنطقة آسيا الوسطى والقوقاز، وقد ازدادت أهمية إيران أكثر بعد اكتشاف مصادر الطاقة في بحر قزوين. إن مسألة التوازن ركيزة أساسية في الخطة الاستراتيجية للولايات المتحدة، وخاصة أن الإدارات الثلاث المتتالية للولايات المتحدة المتمثلة بجورج بوش لبن الرئيس الأمريكي الأسبق الذي كان حذرا جدا بعد عرض إيران برنامجها النووي وقدرتها على تخصيب اليورانيوم عام 2004، أخذ بوش حذره وكان خياره الأداة الدبلوماسية، لكن كان الخيار العسكري موجودا على الطاولة تحسبا لما سيحدث في المستقبل. خلفه باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق، إذ حرص بفرض عقوبات اقتصادية على إيران سنة 2010، وبالفعل أصدر مجلس الأمن القرار 1929 بفرض العقوبات الاقتصادية على إيران والحد من واردات وصادرات التكنولوجيا العسكرية والرقابة على المصرف المركزي الإيراني. الجدير ذكره أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أكدت أن حاملة الطائرات نيمتز ستبقى في الخليج بسبب التهديدات الأخيرة من جانب إيران، وذلك بعد تقارير أشارت إلى أنها ستعود لقاعدتها بالولايات المتحدة. وتجري نيمتز دوريات في مياه الخليج منذ أواخر كانون الأول، لكن وسائل إعلام أمريكية قالت الأسبوع الماضي إن كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي أمر حاملة الطائرات بالعودة لقاعدتها. وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الخطوة هي إشارة لخفض التصعيد موجهة لطهران، تجنبا لحدوث صدام في الأيام الأخيرة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في منصبه. غير أن ميلر أصدر بيانا معاكسا قال فيه: بالنظر إلى التهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين، فقد أمرت حاملة الطائرات نيمتز بوقف إعادة انتشارها الروتينية. يبقى السؤال في ظل هذا التصعيد، هل ستبقى في خانة التراشق والتهديدات أم سيكون هناك إطلاق الرصاصة الأولى ومن قبل من ستكون؟ طيب مشاهدينا الكرام، أينما كنتم اسمحوا لي لنناقش هذا الموضوع، أن أرحب بضيوفي حلقة الليلة. معي من بيروت الأستاذ فيصل عبد الساتر محلل سياسي، ومن باريس الأستاذ إيلي حاتم باحث متخصص في العلاقات الدولية. ضيفي الكرام أهلا ومرحبا بكما في الطاولة المستديرة. أستاذ فيصل، وأبدأ سؤال حلقتي لليلة من لدنك، هل نستطيع القول بأن كل ما يحدث بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هي حروب صوتية وخروقات نووية أم ماذا؟
مساء الخير لك ولضيفك وللمشاهدين. شكرا سلام. لهذه الاستضافه استاذ وعد. شكرا لك. لا طبعا هي ليست حروب صوتيه على الاطلاق. نحن نعلم ان هذه المواجهات المفتوحه حدث هناك الكثير من الاحتكاكات المباشره على المستوى العسكري، سواء في مياه الخليج، سواء في عمليات محدوده، سواء في اغتيال سليماني، سواء في قصف مواقع ايرانيه في سوريا، سواء في قصف قاعدة عين الأسد من قبل الإيرانيين، سواء في احتجاز ناقلات نفط متبادلة، وأيضا إسقاط الطائرة التجسس من دون طيار الأمريكية من قبل الإيرانيين. إذن هي ليست حروب صوتية وليست تصريحات، بل هناك الكثير من المواجهات التي حصلت. صحيح أن هذه المواجهات لم تصل إلى مرحلة إعلان الحرب المباشرة والصدام المباشر، لكن كل ما هو يعني في إطار ما يسمى بالحرب الشاملة كان قد استحضر على مدار سنوات طويلة. ولا ننسى أيضا أن المواجهة بين أمريكا وإيران بدأت منذ انتصار الثورة في عام 1980، يعني في السنة الأولى لانتصار الثورة حدث الصدام الكبير على المستوى السياسي، على المستوى الحرب التي فرضت من قبل نظام صدام حسين على إيران، وكانت مدعومة من أمريكا ومن دول خليجية ومن دول أوروبية. ثم بعد ذلك في كل ما شهدته إيران من عقوبات يعني على مدار هذه 40 سنة، كل هذه أليست هذه حروب من قبل أمريكا؟ أو ليس الانسحاب من الاتفاق النووي بعد 10 سنوات من التفاوض هو إعلان حرب أيضا من قبل الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب؟ إذن هذه الحروب هي موجودة، لكن ممكن أن تتخذ أشكال متعددة، تارة سياسية، إعلامية، أمنية، عقوبات اقتصادية، مواجهات في غير ساحات يعني البلدين، لكن عمليا هذه حروب كانت قائمة ولا تزال وستبقى إلى أن يصل هناك، يعني إذا صح التعبير، إلى أن تكون هناك مفاوضات شاملة ممكن أن تضع حد لهذه المواجهات، دون الحديث عن إسرائيل، لأن الحديث عن الكيان الإسرائيلي أمر آخر تماما. يعني هذا الأمر واضح، تدمير إسرائيل عام 2040، يعني تصريح خطير وكبير جدا من قبل إيران في ظل هذه الظروف التي يسميها الكثير بأن إيران لا تحسد عليها. أستاذ إيلي حاتم، مبدئيا في نفس الجزئية لو تكرمت، مسألة عنوان حلقتنا لليلة، يعني دائما نناقش مسألة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا نرى لا بارود ولا دخان معارك كما يقال بالشكل التقليدي. هل هي بالفعل حروب صوتية أم هي خروقات نووية لا أكثر؟ أستاذ إيلي مساء الخير لك وإلى المشاهدين وإلى ضيفك الكريم. حياك الله. هناك تصريحات من إيران ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فحتى الآن هي حرب صوتية مبدئيا، ولكن إذا شاهدنا على الأرض ما حصل، هي الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بعمليات إرهابية ضد مسؤولين إيرانيين. فالسؤال هو المطروح، إذا كان هناك شخص أو ضابط من الجيش الأمريكي تم قتله بالطريقة التي قامت المخابرات الإسرائيلية التي هي تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية بإقامة هذا العمل في إيران، فالسؤال إذا قام الإيرانيون بذلك فالعالم كله بأسره سيتحدث عن عملية إرهابية. هذا ما حصل في العراق عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بقتل العقيد سليماني، وكذلك منذ بضعة أسابيع أو أيام أيضا بقتل الخبير في الإيراني. فهناك عدوان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض، وهناك تصريحات من قبل دولة إيران. فما هو وراء ذلك؟ فالولايات المتحدة الأمريكية تريد استدراج إيران لكي تقوم بخروقات للقانون الدولي العام. ولكن من الناحية القانونية هناك عدوان حسب ما يفسر
في من الناحية القانونية من منظمة الأمم المتحدة، أي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحدد وحددت ما هو العدوان. وكان يجب ويجب اليوم على إيران أن تتجه إلى الأمم المتحدة لإقامة نوع من التوازن من الناحية القانونية. ولكن الجميع يعلم أن الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن في الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية لديها حق الفيتو فيه، فمن المستحيل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وهي عضو من الأعضاء الخمس الذين يملكون هذا الحق بإقامة نوع من السماح لإيران باستعمال الأمم المتحدة لإعادة هذا التوازن من الناحية. طيب على ذكر التوازن أستاذ إيلي، أن الانتقام من إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية القانونية هو لا يتجزأ ولا ولا ليست له أي شيء غير أو مضاد للقانون الدولي العام. طيب هناك من وصف على مسألة التوازن يعني جزئية في غاية الأهمية، مسألة اليورانيوم والتخصيب اليورانيوم. اليوم أعلنت إيران بأنها ستمضي قدما في مسألة تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 20%. هناك من سمى هذا الأمر بالخرق لمسألة الاتفاق. هذه الجزئية في غاية الأهمية أستاذ فيصل عبد الساتر، بداية اسمح لي أن أخذ رأيك في هذه النقطة، وكيف تفسر حضرتك هذا الإجراء الإيراني في ظل تصعيد كبير ومتواتر من قبل كل الأطراف المعنيين بمسألة أمن واستقرار المنطقة؟ أولا أريد أن أثني على الملاحظة التي تفضل بها الأستاذ إيلي وهي في غاية الأهمية، أن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية على مدار كل العقود في تعاطي مع إيران هو مخالف للقانون الدولي العام ومخالف للأنظمة والمنظومات الدولية التي يعني هيئة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو ما إلى شاكل من منظومات أخرى تتحدث عن أهمية احترام سيادات الدول. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا قامت باعتداءات موصوفة عندما تقوم باغتيال شخصية ما تمثل شخصية رسمية، يعني سليماني لم يكن ضابطا للحرس فحسب بل هو ممثل للدولة الإيرانية، وذهب بزيارة رسمية إلى العراق وكان على موعد مع رئيس الوزراء العراقي آنذاك ويحمل رسالة دبلوماسية رسالة سياسية من القيادة الإيرانية إلى السعودية، كان يريد تسليمها إلى الرئيس عادل عبد المهدي آنذاك، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية باغتياله. إذن الذي يخرق القانون الدولي والذي يقوم بالإرهاب والاعتداء هو الولايات المتحدة الأمريكية، بينما لم نرى من إيران أي شيء في هذا الصدد. وإذا ما قامت كما قال الأستاذ إيلي بالرد والانتقام على ما تقوم به أمريكا فهو جائز لها على المستوى القانوني وعلى المستوى الأخلاقي وعلى خلينا في الجزئية العسكرية أستاذ فيصل. الجزئية العسكرية ماذا عنها؟ ماذا عن الجزئية العسكرية والتي هي بيت القصيد كما يقال؟ هنا نحن الآن نتحدث عن عملية عسكرية مباشرة، عملية اغتيال أمني على أرض أخرى. أما إذا كان العمل العسكري يستهدف إيران مباشرة فهذا أمر آخر، هذا بمثابة إعلان حرب. صحيح. تعرف الولايات المتحدة الأمريكية وهي تعد للعشرة وربما تعد للمليون قبل أن تقوم بمثل هذا العمل. سأضرب لك مثالا بسيطا على هذا الأمر. في 25 حزيران 2019 عندما قامت طائرة تجسس من دون طيار بخرق الأجواء الإيرانية أسقطتها الصواريخ الإيرانية، بعد ذلك قام ترامب بمؤتمر صحفي، عقد مؤتمرا صحفيا وأعلن أنه سيدمر إيران وسيدمر مدن بأكملها، ثم تراجع بعد 10 دقائق مبررا هذا الأمر بأنه سيسقط ضحايا وأن الولايات المتحدة الأمريكية ضنينة بالضحايا، مليون عراقي قتلوا في العراق بسبب السياسات الأمريكية، هؤلاء ليسوا مدنيين يعني ليسوا ضحايا. أما أن يقوم بقصف إيران فيمكن أن يسقط ضحايا، لذلك تراجع عن هذا الأمر. إذن بهذا المعنى عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بأي عمل من هذا النوع سيكون هذا إعلان حرب بشكل واضح وصريح،
وهذا أمر لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن بصدده. أما في المسألة التي تفضلت بها وسألتني عنها في هذه الجزئية عما تحدثت عنه بأن إيران تراجعت وقالت أنها ستخصب اليورانيوم فوق 20%، أعتقد أن الإيرانيين كانوا واضحين للغاية في هذا الأمر، أعطوا فرص بما فيه كفاية للدول التي وقعت على هذا الاتفاق بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت إذا ما عادت هذه الدول إلى الالتزام بهذا الاتفاق فإن إيران ستلتزم، وإذا لم تلتزم هذه الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتفاق فنحن في حل من أمرنا، وأعلننا خطوات مبرمجة ومؤقتة بالنسبة للتراجع عن بعض الالتزامات ومنها نسبة التخصيب كما تفضل. طيب ضيفي الكرام، اسمحوا لي بأن أرحب بضيف انضم إلينا للتو من مدينة روما عاصمة إيطاليا، الأستاذ مسعود محمد، كاتب وناشط سياسي. أهلا ومرحبا بك أستاذ مسعود محمد. أهلا وسهلا فيك وبضيوفك وبالسادة المستمعين. يا أهلا بك. يعني نتحدث وتبادلنا أطراف الحديث أنا وضيفاي العزيزين حول مسألة توتر وارتفاع منسوب هذا التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على العديد خلفية العديد من النقاط، ولكن سأبدأ معك في جزئية وهي في غاية الأهمية. يعني بعد عقود من هذا الصراع الإيراني الأمريكي، يؤكد لنا الأستاذ فيصل عبد الساتر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد للعشرة حتى تقرر في حال إن قررت القيام بأي عمل عسكري على إيران. برأيكم ما الأوراق القوية التي تمتلكها طهران حتى تردع الولايات المتحدة الأمريكية وتجعلها تقوم بالعد إلى 10 قبل اتخاذ أي قرار بالضغط على الزينات كما يقال؟ يعني غير الإرهاب شو عندها إيران دخلك؟ غير التنظيمات الإرهابية اللي نشرتها بالدول العربية، حزب الله بلبنان والحشد الشعبي بالعراق وتجارة المخدرات بأوروبا وبالمنطقة وبأمريكا اللاتينية، شو عندها حزب، شو عندها إيران؟ بدخلك عندها سلاح نووي يعني رعب الأمريكان فيه؟ هذا اللي عنده، عندها تنظيمات إرهابية تابعة على إلها تستخدمها بضرب أهداف داخل المنطقة وبتخريب المنطقة. أكثر من هيك شو عندها إيران؟ ما عندها شيء ثاني. عندها سلاح نووي؟ ما عندها. عندها قدرات وإمكانيات بأنه تسقط أمريكا؟ أكيد ما فيها تسقط أمريكا. ما عندها غير الإرهاب، هذا اللي عندها هي إيران. طب قد يقول لك البعض بأن إيران لديها علماء وهي ترى بنفسها ندا للولايات المتحدة الأمريكية وهي من تخلق حالة توازن وتقف كسد منيع في وجه الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. أستاذ مسعود، خبرني عن حادثة وحدة أطلقت فيها إيران، ما بدي أقول لك صاروخ، رصاصة على إسرائيل. ما بعتقد أنا إيران قامت بأي حدث بخلي الواحد يشعر أنه هي فعلا ضد إسرائيل. إيران يا حبيبي من أيام إيران جيت وجاي ما في أي شيء بيطلع من عندها ضد إسرائيل. إيران فقط تستخدم أدواتها وهي بارعة باستخدام هذه الأدوات وبتوظيف هذه الأدوات، أوكي، ولتحقيق مكاسب على حساب الدول التي يعيش فيها هذه الأدوات، على حساب العراق بأموال الشعب العراقي بإمكانيات الشعب العراقي، على حساب لبنان وعلى حساب الشعب اللبناني. هذا هو اللي إيران بارعة فيه. أما أنه والله إيران بتشكل حالة رعب للأمريكان ولا بتشكل حالة رعب حقيقي لإسرائيل، امبارح إسرائيل دخلت على قلب إيران وقتلت واحد من أهم علماء إيران، والله ما شفنا ردة فعل لا من إيران ولا من أتباع إيران. وين ردة الفعل؟ أستاذ فيصل عبد ساتر، أعلم بأنك تريد تعقيب على هذه الجزئية، بعد إذنك أستاذ إيلي، هو مفروض دورك ولكن سأعود إليك مجددا. أستاذ فيصل، المنبر لك. يعني لا أعتقد أن الأستاذ مسعود تحدث بشيء ممكن أن أرد عليه، يعني مع الأسف، يعني كلام، يعني لا أعتبر أن هذا الكلام فيه أي مدلول سياسي سوى أنه يعبر عن عدم حب لإيران، وهو حر في هذا الأمر. لكن لنعود إلى حقيقة ما يجري، يعني هل إيران هي التي قامت بإرهاب أمريكا أم أن أمريكا هي التي ترهب إيران وترهب المنطقة وتقوم بأعمال إرهابية؟ من الذي جاء إلى منطقة الآخر؟ إيران ذهبت إلى أمريكا أم أمريكا جاءت إلى المنطقة؟
إيران احتلت العراق أم أمريكا احتلت العراق؟ إيران احتلت لبنان أم أن إسرائيل احتلت لبنان؟ يعني لا أعرف كيف يعني يخلط أستاذ فيصل، ولكن في هذه الجزئية أيضا خلينا نوضح هاي النقطة أيضا. هناك من يقول بأن إيران تقوم باحتلال 4 عواصم عربية، وأنها يعني هي المسؤولة بشكل مباشر عن كل ما يحدث في تلك الأوطان، أتحدث عن اليمن وعن سوريا وعن العراق وعن لبنان، ومن ضمن شروط الولايات المتحدة الأمريكية بما تسميه تقليم أظافر إيران في المنطقة عبر إخراجها من هذه الدول كما تصف. يا سيدي، الاحتلال يكون له وقائع ميدانية على الأرض. إذا قلنا أن سوريا هل جاء الإيرانيون بغير أوامر من القيادة السورية واستجابة للطلب السوري، الحكومة الرسمية والرئيس السوري؟ هل جاء الإيرانيون غصبا عن الإرادة السورية والحكومة السورية حتى نقول أن هناك احتلال؟ إذا كان المقصود أن دول مع دول أخرى لديها أحلاف ولديها تحالفات ومعاهدات ووثيقة دفاع مشترك، هذا يكون احتلال؟ طيب إيرانيون، ليس هناك إيرانيون في لبنان، من أين جاء الاحتلال الإيراني إلى لبنان؟ في العراق ليس هناك من كتائب إيرانية في العراق، الكل يعلم، حتى العراقيون يعلمون هذا الأمر. كل الوجود الإيراني في العراق لم يتعدى وجود المئات من المستشارين الإيرانيين الذين كان لهم الفضل في تدريب وتأمين وتجهيز ومساعدة العراقيين في الحرب ضد الاحتلال الأمريكي، وبعد ذلك في الحرب ضد داعش والجماعات الإرهابية. كيف يكون هذا احتلال؟ إذا إيران ساعدت على تحرير العراق من الإرهاب وداعش يكون هذا احتلال؟ إذا إيران ساعدت المقاومة في لبنان في عام 1982 عندما سقطت بيروت وانسحبت منظمة التحرير الفلسطينية وهام أبو عمار في البحار وفي البراري حتى وصل إلى تونس، وبعد ذلك عاد باتفاق أوسلو إلى داخل الأرض المحتلة، كان الإيرانيون يقيمون معسكرات تدريب في لبنان ويدربون اللبنانيين على المقاومة وحمل السلاح في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وكان لبنان محتلا منذ 82 حتى 2000. كيف يكون هذا الاحتلال احتلال إيراني ونقول أنه احتلال إيراني؟ طيب، فيصل، لا يعني من المجحف ومن المعيب أن نشوه الحقائق ونزور التاريخ. لك أن تحب إيران أو لا تحب إيران، لكن على الأقل كن موضوعيا ولك الحق في ذلك. نعم أستاذ إيلي، يعني مسألة في غاية الأهمية، حديثنا عن الشرق الأوسط، إرهاصات وانعكاسات هذا التوتر والصراع الحاصل منذ عقود بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على المنطقة، على دولها، نتحدث عن سوريا وعن العراق وعن اليمن وقائمة طويلة من الدول الموجودة في الخليج المتشاطئة مع إيران تلك الرقعة الجغرافية. أريد أن أعقب نقطة على السيد مسعود محمد المبارك. الذي لم يتكلم بطريقة موضوعية. أنا أفضل كبروفيسور في الجامعة في الجامعات في أوروبا أن أتكلم بطريقة موضوعية. أولا، هناك تطور لإيران التي تريد منذ مجيء السيد أحمد نجاد إلى الحكم إعادة الهوية الفارسية. ثانيا، ليست إيران التي هي تقوم بعمليات إرهابية، بل هي التي كافحت ضد الإرهاب، وهي التي كافحت ضد داعش، الذي كما قاله السيد دونالد ترامب عندما كان مرشح للانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية، أن وراء داعش هي الأجهزة المخابراتية الأمريكية، واعترفت بذلك السيدة هيلاري كلينتون في كتابها الشهير Hard Choices. فبالعكس، أعادت إيران إلى سوريا هيئة وقوة الدولة والمؤسسات في سوريا بطلب من الحكومة الشرعية السورية والدولة السورية المعترف بها من الأمم المتحدة. والجواب على سؤالك بهذه العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت وراء الثورة الإيرانية في عام 1979. لماذا؟ لإضعاف الدولة الإيرانية وإقامة المشروع السياسي الأمريكي بإقامة نوع من الصراعات في الشرق الأوسط بين السنة والشيعة خاصة، وإقامة البلبلة. طيب أستاذ إيلي، هذا الكلام خطير. هذا الكلام خطير ويجب
هذه النقطة لا أريد أن تمر هكذا أستاذ فيصل. يعني فكرة الحديث عن بأنه كل ما يحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هو مجرد وجبات سمك وكافيار ومن تحت الطاولة يحدث كل شيء عكس فوق الطاولة. الأستاذ إيلي يقول بأن أمريكا هي من ساهمت في أن ينجح الخميني بتسلم السلطة والانقلاب على نظام الشاه. هذه الجزئية كيف تراها حضرتك؟ بجواب مقتضب حتى أعود مرة أخرى إلى أستاذ إيلي ومن ثم أستاذ مسعود. طبعا هذا قيق هذا تحدث عنه كثيرون، قالوا أن الولايات المتحدة الأمريكية سمحت للثورة الإسلامية في إيران أن تنجح، لكنها لم تكن تفكر للحظة واحدة أن شعار الإمام الخميني سيكون إزالة إسرائيل من الوجود. ربما هذا الأمر قد يكون موجود في الأدبيات السياسية الأمريكية، لكن هل هذا الأمر كان منسقا بين الإمام الخميني والأمريكيين، بين إيران والأمريكيين، ثم بعد ذلك حصلت هناك يعني من اتفاقيات؟ هذا كلام يعني لا شيء يعني ممكن أن يكون له أي صحة. طيب جميل، أنا اكتفيت بالجواب من حضرتك ممكن أن يكون أستاذ فيصل. أنا اكتفيت، خلي ثانيا ما هو أهم. طيب خلي ثانيا يا أستاذ فيصل، خلي ثانيا لبس يجي لعندك مشان ما يسأل الأستاذ مسعود أيضا. كفي الفكرة لو سمحت أستاذ إيلي، وتعقيب على جزئية ما تفضل به الأستاذ فيصل بأن أمريكا لم تكن تعلم بأن هناك ثوابت في كما سماها الأستاذ فيصل فكر الخميني. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تظن أن إيران ستتورط في هذه المشاكل والحروب بينها وبين الدول واستعمالها في إقامة البلبلة ونوع من الحرب بين السنة والشيعة، ولذلك كذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أخافت ودفعت العراق بإقامة هذه البلبلة بين العراق وإيران، ظنا وراء ذلك بأنه ستحدث هذه الثورة بين السنة والشيعة. ولكن الأمور تطورت وإيران تطورت والمجتمع الإيراني تطور والمؤسسات السياسية في إيران تطورت، والآن إيران هي التي تدافع عن المؤسسات الدول في الشرق الأوسط. فهناك اليوم نوع من العالمين بعد زوال العالم الاتحاد السوفيتي، العالم الحر السابق الذي أصبح كعالم تحت ديكتاتورية دون ديكتاتور مرئي، وهناك العالم السابق الذي كان تحت الاتحاد السوفيتي الذي تحول وأصبح اليوم بالعالم الحر الجديد الذي على رأسه موسكو أي روسيا، وتنضم إليه إيران وتنضم إليه الصين. فلذلك أعتقد أن إيران اليوم تلعب احترام القانون والقواعد الدولية، وهي التي ليست تتعدى على إسرائيل بل هي التي تساهم في مساعدة كل من الذين هم ضحايا إسرائيل، أي الشعب الفلسطيني، أي لبنان الذي احتل من إسرائيل وليس لبنان. طيب حضرتك أثرت نقاط مهمة، لابد أن أعطي المجال للأستاذ مسعود محمد. أستاذ مسعود محمد، استمعت إلى وجهة نظر ضيفاي العزيزين، مسألة بأن كل ما تقوم به إيران هو شرعي وهي تدافع عن العالم الحر كما أسماه الأستاذ إيلي مع الصين وروسيا. تفضل المباراة. الحر الجديد، تفضل. أولا بدي أعقب على اللي قاله أستاذ فيصل. لما دخل العدو الإسرائيلي إلى بيروت ما كنا بحاجة لا لإيران ولا لحدا. أطلق الشهيد جورج شحاوي جبهة المقاومة الوطنية وحررنا بيروت وحررنا الجبل وما كنا بحاجة لحدا. بوقتها جماعة الأستاذ فيصل كانوا عم بيرشوا رز على الإسرائيلي هو عم يدخل، حقدا على ياسر عرفات ورفضا للمقاومة. المقاومة انطلقت من بيروت وانطلقت بالجبل بقيادة جورج حاوي ومحسن إبراهيم دون الحاجة لإيران. أطلقت تلك المقاومة رصاصاتها بكل عز بوجه الإسرائيلي وما كانت بحاجة لا لأنه تكون تحت سلطة إيران ولا أنها تكون تحت ضغط إيران. واحد. اثنين، أنا ما بكره إيران، أنا ورائي بخلفيتي إذا بيتفرج أستاذ فيصل أشرف قادة إيران الشهداء الذين قتلوا النظام الخميني بعد ما انتصروا بالثورة وأتى هو ليستولي على هذه الثورة. ثلاثة، الشعب الإيراني يرفض هذا الحكم الموجود بإيران وهو لا يقبل بأن يكون خاضع. مشان هيك يا أستاذ فيصل إذا تعودتم أن تكون مقاومتكم تحت سلطة الإيراني
وأتيتم بعد منا قتلتم المقاومين لحتى تمنعوا انطلاق جبهة المقاومة وحتى تمنعوا جبهة المقاومة بأنه تكمل عملها، أنت بتعرف وأنا بعرف أنكم قتلتوا المقاومين وقتلتوا الشهداء الكبار، قتلتوا حسين مروي وقتلتوا مهدي عامل وسهيل طويلة وخليل نعوس ومجموعة كبيرة من القادة اللي كانوا مقاومين حقيقيين، هدول ما أنهم بحاجة لا لإيران ولا ناطرين إيران لحتى تجي توقف وراهم أو تساعدهم، هدول أطلقوا المقاومة ببيروت بعز وبشرف يا أستاذ فايصل، ما كانوا بحاجة لحدا. اثنين، الشعب الإيراني، نحن ما بنكره الشعب الإيراني، الشعب الإيراني أكيد ما بتمثل ولاية الفقيه. وثلاثة، ما ينطبق على إيران ينطبق على غيرها، أنت عم بتقول أنه الإيراني دخل على سوريا بإرادة من السلطات السورية، كمان الأمريكي إجا على العراق وجماعتك بالعراق دخلوا على الدبابات الأمريكية، ما دخلوا على الدبابات الإيرانية لحتى يسقطوا نظام صدام حسين، دخلوا على الدبابات الأمريكية وبمرافقة الدبابات الأمريكية، الأمريكان موجودين بتفاهمات وباتفاق مع الشعب العراقي داخل العراق. طيب أستاذ مسعود، حضرتك كيف بتشوف بأن كل ما يحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي مجرد لعبة وتمثيلية كما يقال طبعا ويتم وصفه بأنه لنهب دول الخليج بين قوسين، شو رأيك بهذه الجزئية؟ هل كل ما يحدث بالفعل بالمنطقة هو بتوافق إيراني أمريكي؟ أنا بس بدي أقول نقطة أخيرة قال الدكتور، أوكي، وهو صادق فيها، هو عم يحكي عن التفريس، أنه أجى النظام الإيراني لحتى يعيد إحياء التفريس، وعم يحكي كان عن الصراع السني الشيعي، وعم بيقول أنه إيران تقدمت، إيران تقدمت لدرجة أنه ما بتسمح للسنة يكون عنده جامع بقلب إيران، إيران تقدمت لدرجة أنه ما بتسمح للأهوازيين يستخدموا المي تبعهم، تاخذ لهم المي وبتعطشهم، هذا هيك عم تتعامل إيران مع سنة إيران ومع عرب إيران اللي هم الشيعة فقط لأنهم عرب، لأنه الأهواز أكثريتهم شيعة منهم سنة، فإذا مع الشيعة عم تتعامل إيران هيك شو خلت للسنة؟ طيب بدي أنا جواب أنا أقول هناك تفاهمات من تحت الطاولة أمريكية إيرانية، وهذه التفاهمات ما بتمشي معنا. الأمريكان والإيرانية يتفاهموا مثل ما بدهم، لا في حرب ولا في شيء. امبارح حسن نصر الله اختصرها بجملتين، قال لو بده الإيراني يحارب كان حارب، بس الإيراني ما بده يحارب، جابها من الآخر، عارف كيف؟ وبعدين بدأ يسخر من التعليقات تبع قادة الحرس الثوري الإيراني من الناس اللي علقت، وإجا بكل صفاقة لحتى يسقط السيادة اللبنانية ويقول إنه هو بقرر كيف بده يكون شكل لبنان ومن وين بده يكون الهجوم والصواريخ تبعه من وين بده تنطلق، وكأنه لبنان لا فيها دولة ولا فيها سيادة، مع أنه للأسف نحن نعترف الآن أنه لبنان تحت ساقط تحت حكم الدويلة مش تحت حكم الدولة، والدويلة حزب الله هي التي تتحكم بالوضع. الأمريكان حرين يعملوا اتفاقيات مثل ما بدهم يا سيدي مع الإيراني، والإيراني عم يتفاهم مع الأمريكي، بس هذا لا يعني أنه نحن نقبل هذه الاتفاقية. طيب جميل، أنا أخذت الجواب اللي بدي إياه. طيب ونقبل بأن تبقى العواصم طبعاً مقتلة. طيب لنشوف الأستاذ إيلي على دولة عربية إيراني. طيب أستاذ إيلي، بعد إذنك أستاذ فيصل، يعني حلقة ساخنة يبدو، أستاذ إيلي يريد التعقيب على ما تفضل به الأستاذ مسعود، تفضل أستاذ إيلي. بالطبع، اولا السيد اعتقد ان السيد مسعود محمد يتحدث عن هذا الموضوع بنظره لبنانيه، يجب ان نتحدث في هذا الموضوع بطريقه موضوعيه. اولا عن الحريات في ايران، يجب ان نعلم، وانا ذهبت الى ايران كما ذهبت الى السعوديه والى كل هذه الدول، هناك حريه المعتقدات وحريه الاشخاص. اعطيك مثل، المسيحيون في فرنسا او المسيحيون عامه يحسون نفسهم انهم بحريه العبادة أكثر في إيران منه في فرنسا. ثانيا اليهود، هناك أيضا اليهود في إيران الذين يعتبرون نفسهم أنهم يمارسون اعتقاداتهم وديانتهم أفضل من في إسرائيل أو في دول أخرى. ثالثا، عندما نتحدث عن ولاية الفقيه أو غيرها، هذا كان مشروع سابق، هناك تطور اليوم في المجتمع الإيراني والمؤسسات الإيرانية. فإذا تتوجه إلى مثلا إلى الطرقات العامة، فالنساء لن ترتدي الحجاب كالسابق، الحجاب هو وراق الرقبة.
ثانيا الجوامع هي فارغة، أو هناك ربما 5 إلى 10% ولكن يا أستاذ إيلي بالحديث يتوجهون إلى هذه المساجد. خليني أدلو بدلوي كما يقال يا أستاذ إيلي، أريد أن أدلي بدلوي أيضا في هذه الجزئية، ولكن بالحديث عن الموضوعية هناك أيضا تقارير تؤكد بأن إيران تقوم بظلم أو بظلم العديد من الشعوب، إن كان الكرد في إيران، إن كان الأذريين، إن كان قائمة طويلة، يعني القصة موجودة، حتى التقارير الأممية تؤكد بأنه مسألة المعتقلات وعملية الإعدام وإلى آخره، حتى أنقل هذه الصورة أيضا أستاذ إيلي، حتى لا أطيل على الأستاذ فيصل، أستاذ فيصل عبد الساتر، جزئية إطلاق مصطلح وكلمة كبيرة جدا، مسألة الثأر لسليماني وإزالة وتدمير إسرائيل عام 2040، هذا الكلام في أي خانة نستطيع أن نضعه؟ في ظل ما تشهد إيران من عقوبات، في ظل هذا الحصار، وفي ظل استهداف كل مرة شخصية سياسية أو اقتصادية أو حتى عالم كما يقال. يعني ربما هذا السؤال أعاد تصويب عنوان الحلقة حتى لا ندخل في خصوصيات الإيرانية الداخلية، ولدي كلام كثير حول هذا الموضوع. أولا علينا أن نتحدث عندما نكون ضيوف لحلقة عنوانها أمريكا وإيران، أن لا نتحدث بمنطق 14 أذار أو بمنطق شيوعي سابق يريد الانتقام من الحالة الدينية التي تمثلها إيران أو تمثلها المقاومة في لبنان، أو أن يكون يعني مسعود محمد يصبح مسعود رجوي ويريد أن ينتقم من إيران على حساب حلقة تلفزيونية. هذا أمر غير موضوعي وغير مهني، وبالتالي نحن نريد أن نغني المشاهد. القول والاتهامات وأطلاق الاتهامات بهذا المعنى هو يعلم تماما وأنا أعلم، إذا كان هو لبناني وأنا لبناني والأستاذ إيلي أيضا لبناني يعلم تماما ما الذي له كان فضل كبير في مساعدة لبنان في إطلاق المقاومة في لبنان، هذا دون أن نتبرأ من كل الذين قاوموا سواء جورج حاوي أو الحزب الشيوعي أو الحزب القومي أو حزب البعث، كلهم قاوموا والأحزاب الفلسطينية، وبالطبع لا أحد ينكر على أحد، لكن نحن نتحدث الآن عن مرحلة جديدة، هذه المقاومة أصبح عنوانها الأساسي الآن في المنطقة حزب الله. هذا لا يعني أن ليس مع حزب الله وليس وطنيا وليس نضاليا وليس مقاوما، بالعكس هذه المقاومة تتسع للجميع، ممكن أن تكون ماروني ومقاوم، سني مقاوم، درزي مقاوم، عروبي مقاوم، علماني مقاوم، يعني المقاومة ليس لها لا هوية دينية ولا هوية مذهبية ولا هوية حزبية، المقاومة هي ثقافة، إذا كانت ثقافتنا في هذه المنطقة ثقافة ضد احتلال فلسطين يعني نحن كلنا نتوحد ضد العدو الإسرائيلي، وبالتالي يجب أن نكون ضد السياسات الإسرائيلية والسياسات الأمريكية. بس أستاذ فيصل يعني هناك شريحة كبيرة. جميل أستاذ فيصل، هناك شريحة كبيرة، خليني ندير الحوار، خليني أطرح لك سؤال، هناك شريحة كبيرة في العالم العربي يؤكد بأن إيران تأخذ من هذه الشعارات لتحقيق مآرب أخرى بعيدة كل البعد عن محاربة إسرائيل، يعني هناك كم كبير من القاطنين في هذه المنطقة يؤكدون على هذه النقطة. يعني أنا أريد أن أفهم اتجاه إيران، يعني ما الذي يريدونه؟ أن تفتح إيران الحرب من بعد 2000 كيلومتر إلى داخل فلسطين المحتلة بأي معنى بأي صفة؟ وما هي الأسباب؟ وما هي الدوافع؟ وما هي المبررات؟ كيف ممكن أن تكون حرب عابرة للقارات تطلب منها من الإيرانيين وأنت في جوار إسرائيل، الكيان الإسرائيلي في جوار فلسطين المحتلة، الأردن ذهبت باتفاقية سلام، مصر ذهبت باتفاقية سلام، السلطة الفلسطينية في اتفاقية، كل الدول العربية تذهب إلى اتفاقيات، ثم تطالب إيران البعيدة 2000 كيلومتر على الأقل أن تأتي بجيوش جرارة لتعبر كل هذه الأوطان وتبدأ بالحرب على إسرائيل. جميل، خليني أخذ هاي الوجهة. إيران قامت بما يملي عليها الضمير وما يملي عليه يعني الأخلاق في هذه القضية. مسألة فلسطين في فكر الإمام الخميني هي موجودة من الستينات، يعني الأستاذ مسعود لا يعلم أن أول فتوى شرعية أصدرها الإمام الخميني كانت في النجف الأشرف عندما كان مبعدا من إيران، كان يجوز دفع الأموال الشرعية من المسلمين إلى المقاومة الفلسطينية، وهذه فتوى ثورية. طيب، تعد في هذا الأمر فتحا في 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 تلك الحقبة. ثانيا بالنسبة لما يقال عن سنة وشيعة، أنا أقول لك أحيلك إلى مقابلة أقامها أو
مقابلة أجراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع بلومبرغ، مع وكالة بلومبرغ، ما بعرف إذا كانت الجريدة أو التلفزيون، لكن مع بلومبرغ الأمريكية. المقابلة حرفيا يقول: نحن تأخرنا عن إيران فترة 37 عاما. يعني هو يعترف بأن الأصل كان مشروعا أمريكيا لضرب إيران، لاقتلاء إيران. سيد فيصل ضل معي 10 دقائق لو تسمح لي. نعم. في تلك الفترة. طيب أنت حضرتك أثرت العديد من النقاط الهامة أستاذ مسعود، لماذا كل هذا الضغط على إيران؟ لماذا يريد الكثيرون بأن تقوم إيران بإطلاق الرصاصة باتجاه إسرائيل أولا ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بعيدة كل البعد جغرافيا، وأيضا لا يوجد هناك أراضي إيرانية محتلة؟ من برا لك أستاذ. موجودة على حدود الجولان. ليش بعيدة؟ هي موجودة بدمشق وموجودة على حدود الجولان. خلت تتحرك إيران وتضرب، ويوم اللي إيران تضرب أنا بتحول من شيوعي سابق، مثل ما بقول أستاذ فيصل، رغم مش سابق، أنا أنتمي إلى مدرسة الشهيد جورج حاوي وأفتخر بالانتماء إلى هذه المدرسة. ساعتها كلنا بنعمل ونحن نفتخر بجورج حاوي. الإيراني هدف، الإيراني هدف، نحن نفتخر بجورج حاوي كمان. الإيراني هدف، مشان هيك قتلتوه، مشان هيك قتلتوه أستاذ فيصل، مشان هيك قتلتوه. لا لا، هذه اتهامات لا أسف. طيب هذه اتهامات مثل اتهامات بعض قوى 14 أزهر. طيب طيب أستاذ فيصل، خلي الأستاذ مسعود يكفي الفكرة. يا أستاذ مسعود، طيب أستاذ مسعود، طيب طيب أستاذ مسعود، نسكت عن هذا الموضوع وكل شيء بوقته منيح. طيب أستاذ مسعود، مسألة، خليني كفي بس. تفضل. الإيراني ما إجا لا يحارب الإسرائيلي، والإيراني لا إجا لحتى يعمل مشكل، واليهود اللي تكلم عنه الدكتور إلي هم يتولون يهود إيران بشكل جيد التنسيق ما بين الإيراني وحتى نتنياهو بهذه المرحلة، وهم يرتبون كل شيء ما بين الأمريكاني وما بين الإسرائيلي وما بين الإيراني. الإيراني عنده هدف تاني، الأوبجكتيف تبع الإيراني سيطر على هذه العواصم ويفرض الأجندة الداخلية تبعه. لو أتى الإيراني لحتى يقاتل بشكل حقيقي الإسرائيلي كنا كلنا وقفنا معه. إذا الإمام الخميني طلع بالستين الفتوى لحتى يساند الثورة الفلسطينية، إحنا الشيوعيين بالخمسينات شكلنا الحرس الشعبي وقاتلنا، ما انتظرنا لا الإيراني ولا فتاوي من حد. الفتاوي تبعنا كانت من قلب لبنان، من قلب الوطن العربي للعالم العربي، وكنا بالتحالف مع الثورة الفلسطينية ومع التنظيمات الفلسطينية، لم نحتاج إلى فتاوي من أحد، كانت فتاوينا من عنا من داخلنا وقاتلنا الإسرائيلي. نحن لسنا بحاجة لا فتاوي من حدا ولا لدعم من حدا. لو لم يقتلوا رفاقنا ولو لم يقتل شهداءنا كنا كملنا القتال للآخر. المهم أن تستمر، مش المهم أن تبدأ. طيب أستاذ فيصل، ضل معي 5 دقائق لو تسمح لي. أستاذ إيلي، مسألة كل ما يحدث الآن برأيكم في نهاية المطاف مع قرب انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هل سيخلق حربا مع إيران ليزيد المشهد أكثر تعقيد، إن كان على الصعيد الداخلي الأمريكي وعلى الصعيد الخارجي إقليميا أتحدث في المنطقة؟ الآن يظن السيد دونالد ترامب أنه سيمكث في الحكم ويستطيع الوصول مع رغم من هذه الانتخابات الأخيرة. والجميع يعلم أن في الولايات المتحدة الأمريكية اللوبي الصهيوني لديه تأثير كبير على السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تلاعب بالسيد ترامب من واسط بواسطة بعض الصهاينة الذين يضعون في فكره إذا قام بما يريده الكيان الصهيوني، أي إقامة البلبلة مجددا في المنطقة ووضع الزيت على النيران، فربما سيسمح له ذلك بالعودة وبالربح في المجال القضائي التي الحرب القضائية التي يقوم بها. فلذلك ليس من يعني ربما معقول أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بحركة جديدة، ولكن ما يريدون استدراج الدولة الإيرانية إلى إقامة عمل كالأعمال الإرهابية الأمريكية لإدانتها من الناحية العالمية والدولية. ونحن نعلم مثلا أن عندنا في فرنسا الحكومة الفرنسية
تحترم إيران أكثر مما تحترم الولايات المتحدة الأمريكية، لأننا نعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بعمليات إرهابية، وهي تساند أيضا كل ما يتعدى القانون الدولي، مثلا ما يحدث في شرق البحر الأبيض المتوسط، التعديات التركية على المصالح اليونانية، والولايات المتحدة الأمريكية لم تقم بأي عقوبة ضد تركيا، بل إنها تزيد العقوبات على إيران، لأن اللوبي الصهيوني أي الأيباك يطلب منها ذلك. والجميع يعلم أن علاقة السيد أردوغان مثلا أو النظام الأردوغان الوطيدة مع إسرائيل هي التي تدفع أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بعدم القيام بما تقومه ضد إيران. فأعتقد أنه من اليوم حتى استلام الحكم من الرئيس المنتخب السيد بايدن، هناك خوف على المنطقة من إقامة بعض الأعمال بواسطة الأجهزة الأمريكية أو بواسطة الجيش الأمريكي في هذه المرحلة، أي إلى 20 هذا الشهر، وهي مرحلة خطرة جدا على المنطقة جميعا. ويجب أن نعلم أيضا أن الكيان الصهيوني يريد، هو الذي يريد تدمير إيران أو إرجاع إيران إلى الوراء. وعندما السيد مسعود محمد تحدث عن اليهود في إيران، فاليهود الموجودين في إيران هم معادين للصهيونية، فهناك اليوم أعداد كبيرة من اليهود الذين هم طيب هيك بدنا نفوت، هيك بدنا نفوت بالبعد الديني الميثولوجي. نعم يهود وهم صهيونيين مثل بعض العرب وبعض الأوروبيين أو بعض الأمريكان. ما بدنا نفوت بالبعد الديني والطوائف اليهودية وفكرة قيام دولة إسرائيل ويوم الحساب والقيامة، موضوع بعيد. أستاذ فيصل بدقيقة ونص تعقيب أخير منك حتى أنهي مع الأستاذ مسعود محمد، تفضل. يعني ربما المشكلة في أننا لن نفهم العقل الإيراني جيدا، وأتحدث هنا عن العقل الإيراني لما تمثله إيران الحالية، في أن الإيراني يلعب على استراتيجيات، نحن ننفعل في اللحظات ونريد أن يكون هناك عملية تأر على الطريقة العشائرية والقبلية. مسألة العلاقة ما بين الدول هي علاقة أكبر بكثير من أن ننجر وسط انفعالاتنا من هنا وهناك. أعتقد أن إيران تفكر جيدا، وهي تختار الظرف المناسب للاقتصاص من الإدارة الأمريكية. نحن في فترة فاصلة ما بين تسلم وتسليم في الإدارة الأمريكية، العراق يغلي، سوريا تغلي، لبنان يغلي، المنطقة كلها تغلي، وبالتالي الإيراني يعلم تماما كيف يعني كيف يعمل وسط هذه الأجواء العاصفة. المسألة ليست بالحماس وليس بإطلاق الشعارات، لكن الحق لا يمكن أن يعني يهزم، والحق يعلو ولا يعلى عليه. أمريكا ستهزم، إسرائيل ستهزم عاجلا أم آجلا، نحن أصحاب الحق في هذا الأمر، والمسألة ليست خاضعة لاتهامات هنا وهناك أو إثارة عصبية. وصلت فكرتك أستاذ فيصل. أننا انتهينا من مثل هذا الأمر الذي لا قيمة له على الإطلاق. أستاذ مسعود وإيران في خندق واحد. طيب وصلت فكرتك أستاذ فيصل. أستاذ مسعود محمد بدقيقة ونص تعقيب أخير منك حتى أنهي الطاولة المستطيلة. أنا بدعي مثل الأستاذ فيصل بأنه إيران تتروى وتفكر على رواق، لأنه هذه المرة ستكون غلطة الشاطر بألف. مشان هيك أنا بنصح الإيراني بأنه يفكر ويتروى ويأخذ وقته بالتفكير على مهله، لأنه هاي المرة غلطة الشاطر بألف رح تكون بالدستور. شو ممكن رح يصير؟ شو ممكن يصير أستاذ مسعود؟ بيعرف الإيراني تماماً أنه هو مش قد الضربة، مش أنا هيك ما حيعملها، حيضله عم بيفكر كل عمره. مثل 500 ضربة انضربت سوريا بالطيران الإسرائيلي، 500 غارة نفذ الطيران الإسرائيلي، بعض النظام السوري عم ينطر الوقت المناسب ليرد. وهيك النظام الإيراني بينطر الوقت يا أستاذ مسعود الفرق كبير بين أن تضرب إيران في منطقة أخرى وبين أن تضرب إيران مباشرة. علينا أن نتعلم السياسة بحرفية ومهنية. مش هيك بس نطلق مواقف. طيب أنا ضل معي 10 ثواني، خليها من حق الأستاذ مسعود حتى أنهي. أستاذ مسعود بعشر ثواني تفضل. بعشر ثواني أنا بدعي الأستاذ فيصل وبدعي الإيراني بأنه يفكر جيدا هذه المرة، لأنه الضربة حتكون على الرأس المرة مش على الدنب.
طيب ضيفي من روما بتساعد بتساعدنا انت خليني انهي استاذ فيصل لو سمحت لي استاذ فيصل. نعم من روما استاذ مسعود محمد كاتب وناشط سياسي، شكرا جزيلا لك على تلبيه الدعوه لكل كلام قيم، وشكر لك ضيفي من بيروت استاذ فيصل عبد الساتر محلل سياسي على تلبيه الدعوه وكل الاضاءات، وشكر لك ضيفي من باريس استاذ ايلي حاتم باحث متخصص في العلاقات الدوليه على تلبيه الدعوه وكل الكلام القيم، شكرا عظيم لكم مشاهدينا، دمتم بخير، الى اللقاء.